اول محاضره، محاضره في الاي دي هي محاضره الاتش اي بي. يعني في نقاط كده برضو معينه في الاتش اي بي او في الايدز هي اللي عاده تنتجي عليها الاسئله، وهو اهم موضوع في الاي دي ريفيو. فاحنا هنتكلم انترودكشن، هنتكلم عن الكلينيكال مانيفستيشن والايدز سيندروم بالاضافه لل هاو تو دايجنوز اند هاو تو مانج. اول حاجه كانترودكشن، طبعا الكوز او الانفكشن اللي بتحصل بالاتش اي بي فيروس اسمه هيومن اميون ديفيشنسي فيروس، وهذا يعمل كومبلكس ديزيز وكرونيك اميون ديفيشنسي. باثوفيسيولوجيكالي بكل بساطه اللي بيحصل انه الفيروس انفكت الماكروفاج والسي دي 4، وهذه اول نقطه ممكن تيجي عليها اسئله اذا بيسالوا في الباثوفيسيولوجي which of the following cells infected بال HIV CD4 cells، وبالتالي الاميون السيلولر اميونيتي هي اللي بتكون ديفكتيف، فحيكون في بريدسبوزيشن لل opportunistic infection. فهذه اول نقطه. فاحنا عندنا 3 ميجر ستيجز، يا انه يعمل اكيوت انفكشن زي ما كان بيعمل الهيباتايتس والاذر فايرال انفكشن، بيعمل فلو لايك سيمبتومز، بيعمل ليمفادينايتس وليمفادينوبثي وهيديك وماليز، او بيعمل او بعد وبعد كده قصدي بيدخل في كلينيكال ليتنسي، يعني يجلس الفيروس هذه 10 سنين ما له اي حس، وبعد كده دي ديفلوب ايدز او اللي هي الاكوايرد اميون ديفيشنسي سيندروم. هنشوف ايش المقصود بكلمه ايدز. ترانسميشن نفس اللي كان بيحصل في الهيباتايتس بي، سيكشوال ترانسميشن 80% اوف ذا انفكشن. فهذا رقم واحد. في اذر ways of transmission including the parental transmission, sharing needles, blood transfusion وال vertical transmission from mother to child. طيب فاحنا عندنا الأكيوت HIV اللي ذكرتها لكم، قلت لكم يجيب fever, headache, arthralgia ولمفادينوبثي وراش وجي اي symptoms وsore throat. هذه عادة يعني mostly goes unnoticed، فكرها بانفلونزا ويعني ما حد يعمل سكريننج لل اتش اي في بناء على هذه السيمبتوم لانها فيري نون سبيسيفيك سيمبتومز وما بتطول. بعد كده يدخل المريض في كلينيكال ليتنسي ويكون اي سيمبتوماتيك بدون اي اعراض، ممكن تظهر فيهم حاجه بنسميها نون ايدز ديفايننج كونديشنز زي الاورال كانديديزز، فاجينال انفكشن، كرونيك دايريا، هذه كلها حاجات نون ايدز ديفايننج النس ما دخل لسه في opportunistic infection المهمة اللي حنتكلم عنها في السلايد اللي بعد كده. النقطة المهمة واللي عادة عليها تركيز الأسئلة هي هذا السلايد اللي هي الايدز. فالCDC بتعرف الايدز انه development of AIDS defining condition او CD4 صارت اقل من 200، واحدة من الاثنين دي. فعشان اقول انه الشخص هذا عنده ايدز لازم انه واحدة من اللي هي هذه الحالتين، فيدخل من clinical latency into AIDS اللي هي CD4 less than 200 أو بدأت الـ AIDS defining condition. ليه يسموها AIDS defining condition؟ يعني هذه الكونديشن تقريبا ما بنشوفها في أحد في الدنيا إلا اللي عندهم AIDS، لأن الـ cellular immunity عندهم ضربت تماما فبيدخلوا في هذا الـ infection. رقم واحد، وشوفوا هنا حطيت لكم تقريبا 7 أو 8 MCQs في سلايد واحد، وعادة الأسئلة ما تطلع عن دي الحاجات في الأيدز وحتى في الإتش آي بي لكتشر، يعني التركيز يكون على دي الحاجات. رقم واحد، لما السي دي 4 سيلز بتصير less than 200 يجيني مريض بدراي كاف وفيفر وشورتنس اوف بريث وبايلاترال انفلتريت وتشست اكس راي، وات از ذا موست لايكلي دايجنوزز؟ على طول نختار نيموسيستس يوروفيتشاي نيمونيا، والتريتمنت حيكون بالكوتراين موكسازول اسمه الثاني باكترين، اسمه الثالث اللي شايفينه قدامكم تراي ميثوبريم سلفاميثكسازول، اسمه المختصر باكتريم بيسموه او كوتراي موكسازول. فهذا كومبينيشن اوف تريتمنت، هذا هو علاج النيموسيستي اوف تايب كومون سيناريو. يجيب لك واحد يحط لك، بعض الاحيان ما يقول لك انه اصلا اتش اي في بيشنت، يقول لك انه عنده مالتيبل سكشوال كونتاكت وجاي دحين ب سي دي 4 نسبه 200، خلاص انت هنا عرفت على طول انه هذا ايه ايدز او عنده اتش اي في. جاي دحين بتشيس اكس راي بايلاترال انفلتريت دراي كاف وفيفر، ذس از نيموسيستس يوروفيتشاي انتل بروفن اذروايز، تريتمنت ترايميثوبريم سلفاميثكسازول، وبروفيلاكسز لاي شخص اقيس السي دي 4 الاقيها ليس ذان 200 على طول ابدا على كوتراي موكسازول
لين السي دي 4 تصير مور ذان 200، اذروايز يجلس باقي عمره على هذا البروفيلاكسس. فلازم تعرف ايش هو البروفيلاكسس، لازم السيناريو يا يجي بالسيمبتومز يا يجي يقول لك هذا مريض عنده اتش اي في وكذا، وفجاه السي دي 4 دروب بلو 200، ايش تبي تسوي له؟ ابغى ابدا على ترايميثوبريم سلفاميثوكسازول بروفيلاكسس. طيب هذه تو كويستشن في واحد، يعني في نقطه واحده. طيب بعد كده مشي ذا المريض والسي دي 4 عنده دروب ليس ذان 100 وجايني دحين بسيجر وبويكنس وانكريز انتراكرينيال بريشر اللي هي هيديك وفوميتنج وهذه الحاجات، فوقتها حنفكر يا هذا المريض عنده سي ان اس ليمفوما برايمري سي ان اس ليمفوما اللي مالجنسي اتش اي في يعتبر ريسك للمالجنسي، او عنده سيريبرال توكسوبلازموزس. ف وكيف افرق؟ الطريقه الوحيده اللي ممكن تساعدني، طبعا ديفيكلت كلينيكالي، بس الفرق الوحيد كونتراست سي تي. الكونتراست سي تي هيورينا اذا كانت سوليتري رينج انهانسمنت ليجن ذس از موست لايكلي ليمفوما، اذا كانت مالتيبل رينج انهانسنج ليجنز هذه سيريبرال توكسوبلازموزس. كل واحده من دي جاتني قبل عليها ام سي كيوز وفيري كومون ام سي كيو، هذا بيجي كثير. بنفرق بس بالسي تي فايندينج، وما هي ترى قاعده ثابته بس عشان الام سي كيوز، يعني لانه بعض الاحيان هو الفرق الوحيد بينهم. طبعا احنا حنرسل التوكسوبلازموزس سيرولوجي عشان نتاكد، وفي الليمفوما برضه السي بي سي، واذا في اذر ليمفادينوباثي، يعني كلها حاجات كثير، بس الفرق الرئيسي بالسي تي حيكون. فهذا لما السي دي 4 تكون ليس ذان 100. طيب مريض، وركزوا في دي النقطة، عندي تو ديفرنت بيشنت تو ديفرنت سيناريو، واحد سي دي 4 200 وجاي بي هيديك نيك ستيفنس و هيديك ونيك ستيفنس واللي هي الفيفر، يعني من الجهايتس من الأخير. What is the most likely organism لما السي دي 4 تكون 200 أو 300؟ نفس الأورجانيزم اللي بتسبب ال اللي هي المينينجايتس في الـ في الـ في الاذر بوبوليشن، نفس الشيء ستريبتوكوكس ليموني او دا، او ممكن تكون كانديدا كمان. لكن لما تكون السي دي 4 ليس ذان 100 خيار واحد بس تختاروه اللي هو الكريبتوكوكال مينينجايتس، هذه فانجل انفكشن بتحصل في اللي عندهم سي دي 4 ليس ذان 100 وبتيجي مينينجايتس بيكتشر. فبيسالوا كثير ايش التست اللي بتعمل انديا انك testing to check for cryptococcal meningitis واللي هي culture. ف this is for cryptococcal meningitis. طيب واحد تاني جاي ب vision loss، فقد البصر، والCD4 less than 50، number one differential تختاروه على طول CMV retinitis اللي سايتوميغالو فيروس retinitis. هذه يعني هي eye sight threatening، يعني ممكن يفقد بصره وتحتاج immediate treatment. علاجها ممكن تسجلوه كمان كده في السلايد، جان سايكلوفير. طيب الجان سايكلوفير، الجان سايكلوفير هو علاج السي ام في retinitis، we need to start it immediately للبيشنت اللي يجون ب eye manifestation والسي دي 4 عندهم less than 50. اخر حاجه واحد السي دي 4 again drop less than 50 وجاي ب shortness of breath ونفس السيمبتومز اللي تكلمنا عنها، بس عنده كمان اللي هي الكونستيتوشنال سيمبتومز، جاي بي ويت لوس ونصف ابيتايت وفيفر اللي هي كونستيتوشنال مين للويت لوس. فهنا على طول this is MAC infection اللي هي مايكوبكتيريوم افيوم كومبلكس، اخت المايكوبكتيريوم تيبركلوزز، بس هذا ما يجي غير في الاميون كومبرمايز، اذروايز بيسوي انفكشن في البيردز واللي هي الطيور. فيجي في الفيري اميون كومبرومايز وعلاجه بيكون كلاريثرومايسين او ازيثرومايسين مع ايثامبيتول. ايثامبيتول هذا اللي بنستخدمه في التي بي لو بتتذكرون، بس بنضيف له كمان ماكرولايد ايذر كلاريثرومايسين او ازيثرومايسين، وهذا كمان بروفيلاكسيس. يعني اي شخص سي دي 4 دروب ليس ذان 200 حبداه على ترايميثوبريم سلفاميثوكسازول، اي شخص سي دي 4 دروب بلو 50 ابداه على بروفيلاكسيس ازيثرو او كلاريثرو مع ايثامبيوتول از بروفيلاكسيس لين السي دي 4 تزيد عن 50. هذا السلايد يعني هو شويه ديفيكلت وفيه اسماء ادويه وكذا، بس يحتاج يعني ما تدخل اختبار
في أسئلة عن الـ HIV أو الـ ID أو اختبار internal medicine بدون ما يتراجع، لأنه عادة أسئلة الـ HIV والـ AIDS تكون على دي النقاط الـ critical. ف يعني to the point. طبعا في other AIDS defining condition وفي other disease كثيرة، لأنه الـ AIDS في الـ Davidson وفي في انكساب شابتر لحاله بيكون اللي هو الـ HIV والـ AIDS. لكن هي دي النقاط المهمة، وعادة يعني ما ينفع انه نذاكر الاتش اي في بدون ما نكون عارفينها. طيب هاو تو دايجنوز وانس يو سسبكت واحد عنده مالتيبل سيكشوال كونتاكت، او قال لك انه دراج ادكت، او تبي تعمل له سكريننج، ايش التيست اللي بنستخدمه؟ زمان زمان الاليزا، وكان هو اللي يجي في الخيارات، اللي هو بس انتي بادي ديتكشن تيست. الان الخيار الصح يكون في كل الاسئله، وخاصه يعني اسئله الكليه الجديده كلها صار هذا الخيار دائما موجود فيها، اللي هي الكومبينيشن انتيجين انتي بادي تيستينج. فهذا از بيتر تو سكرين فور الاتش اي في انتيجين والانتي باديز. اذا قال لك هذا التيست انه نيجاتيف، خلاص الحمد لله هذا الشخص ما عنده ابدا اي اتش اي في انفكشن، لانه لا الانتيجين ولا الانتي بادي موجوده عنده. الإلايزا سكند تشويس إذا ما لقيته، هذا الكلية لسه ماشية على أسئلة قديمة أو جاوب سؤال في الهيئة قديم، تختاروا الإلايزا. أذروايز هذا هو الفيرست لاين تيست وسكرينينج اللي نستخدمه. طيب واحد طلع عنده بوزيتيف كومبينيشن أنتيجين أنتي بادي تيست، واتس يور نيكست ستيب أو إيش حتسوي فيه؟ كونفيرم وذ اتش اي في 1 اتش اي في 2 أنتي بادي ديفرنشيشن أميونو أسي. هذا بنسميه الكونفيرماتوري تيست أوف تشويس. كيف أتذكرهم أو حلخبط بينهم؟ هذا من اسمه في كلمة differentiation، يعني هذا التست حيقول لك من كتر ما هو specific حيقول لك هذا HIV 1 ولا HIV 2 من اسمه differentiate، لأنه إحنا عندنا two different serotype HIV 1 و HIV 2 وإن 20 minutes it can be done. فهذا هو الconfirmatory test. زمان كان الconfirmatory هو الwestern plot وهذا هو second choice، يعني زي فكرة الهيباتاتي السيرة وتتذكروا قلت لكم بدل antibody positive you confirm with RNA، هنا إذا الأنتيجين أنتيبادي تيست كان بوزيتيف you should confirm with الـ HIV-1 HIV-2 antibody differentiation أمينو أسي. لكن first line هذا أو first step بس the next step confirmation بهذا التست. طيب نيجي لآخر سلايد في اللي هي المانجمنت، وهنا ما يحتاج تحفظوا أسماء الميديكيشن قد ما تحتاج تعرفوا كيف تفرقوا بين الكلاسز المختلفة. أي مريض عنده HIV خلاص ديجنوست وكونفيرم بالديفرنشيشن أمينو أسي، نحتاج نبدأ على هارت اللي هي الأنتي ريتروفايرال HIV ثيرابي. فأي مريض لازم يكون على ثلاثة ميديكيشن، خلاص ثلاثة ميديكيشن. طيب شايفين you need to start three drug regimen as soon as possible، سواء post exposure دحين هنجيله أو كتريتمنت. فرقم واحد لازم يكون في اتليست اثنين من حاجه بنسميها نيوكليوسايد ريفرس ترانسكريبتيز انهبيتور. انتوا عارفين مصيبه الاتش اي في انه بيحول نفسه من ار ان اي لدي ان اي، بعد كده يعكس نفسه بيتحول الى ار ان اي مره ثانيه ويبدا يخرب الدنيا. ف كله بفضل هذا الانزيم اللي اسمه نيوكليوسايد ريفرس ترانسكريبتيز. فاحنا نستخدم انهبيتور لذا الانزيم ننكب الفيروس تماما. فهذه هي الميديكيشن اللي هي الفيودين الـ تنتهي كلها، يعني انتم لو عرفتوا تنتهي بايش حتسهل عليكم كثير. الزيدو فيودين واللامي فيودين والاباكافير يعني اشهر اثنين صراحه اللامي فيودين والزيدو فيودين عاده هي اللي تيجي. يو نيد ات ليست تو اوف ذس كلاس، هذا رقم واحد اللي هي الان ار تي اي، هذه نسميها الباك بون اوف ذا تريتمنت اوف اتش اي في. طيب بعد كده عندنا النون نيوكليوسايد ريفرس ترانسكريبتيز انهبيتور، يعني ما هي نيوكليوسايد بس هي برضو تعمل انهبيشن لده. هذه النيفرابين والإفافيرينز هذه كلها بوسيبل تختار واحد منها عشان تحطه مع الـ NRTI. في other class of medication بروتيز انهبيتور، فهذه بتمنع البروتيز انزيم اللي بيساعد الفيروس انه يعني قبل لا يخرج من الخلية يحط الكوتينج او البروتين اللي بيحميه. فهذه البروتيز انهبيتور هي less effective less important بس ممكن تستخدمها. طبعا لو تلاحظون تنتهي بنافير كلها، ريتونافير اتازانافير لوبينافير كلها تنتهي بنافير، فهذه على طول نعرف انها بروتيز انهبيتور. فخلوا بالكم الفيودين لازم اثنين منها، بعد كده تختار الثالث سواء كان نون نيوكليوسايد
بروتياز انهبيتور او اخر حاجه النيوكليوتايد انالوجز اللي التينوفوفير اللي بنستخدمه فيرست لاين في الهيب بي انفكشن. فلو لاحظتوا شايفين الان ار تي ايز تنتهي بين زيدوفيودين لاميفيودين، البروتياز انهبيتور تنتهي بنافير، تمام؟ هذا عشان لا تضيع. يعني الاسئله عليها، السؤال الوحيد اللي عدى علي يعني من اسئله الكليات اللي هو اللي بيسال which of the following medication is the backbone of HIV treatment، وكان الجواب لاميفيودين لانه واحد من ال NRTI. هذه لازم تعرفوها كويس كلها الاربعه. الاذر حتضيف واحد منها وتصير combination treatment، هذه خلاص for life ياخذها المريض. طيب واحد exposed again، النيرس الغلبانه جات تاخذ blood sample وعملت needle stick injury من HIV infected، هنا قبل ما تتفاهم وقبل ما تطلب تس وقبل ما اي شيء تبدا 3 drug regimen as soon as possible، على طول تبداها على 3، ما فيها هنا لانه ما عندنا فاكسين ولا في اي شيء، على طول حتبدا 3 drug regimen وبعد كده يو انفستيجيت هل عندها الانفكشن ولا لا.